أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إثراء في تلفزيون دولة الكويت، مع حلقة جديدة من برنامج يقول المثل. وخلنا نسمع المثل شو يقول. يقول المثل: هذا رزق اليوم ورزق باكر على الله. احنا لو نرجع قبل ذاك الوقت اللي هو قبل النفط وقبل الخير اللي احنا فيه والوظائف وما شاء الله النعمة اللي احنا فيها اللي ما تنعد، نرجع حق ذاك الوقت كان رزقهم، طبعا الرزق من الله سبحانه وتعالى، كانوا يعيشون يومهم، يعني رزق اليوم خلاص يحسبون حساب اليوم. بنادم ما يدري يعني الله سبحانه وتعالى بيمد في عمره ولا بتغير ظروفه، فلما ياخذون يشتغلون يدورون الرزق، يبذلون الأسباب انهم ياخذون، يعني كانوا ما في وظائف، اذا قدروا طبعا مو كل الناس يدشون مثلا البحرية او الغوص او المهن الثانية، عندهم مثلا والله دكاكين محلات يشتغلون فيها وشيء، في ناس وايد مساكين يعني ما اشتغلوا فيدورون الرزق، يوقف بالسكة. احنا ليش نتكلم كذي؟ عشان نعلم عيالنا شلون يعني قبل التعب والشقة والاتكال على الله سبحانه وتعالى، تلقى الواحد حاط وزارة على كتفه واقف بالسكة يدور الرزق، يشوف له مثلا أحد من الاستادية اللي هو يعني احنا نقول مثلا الاستاد اللي هو الحين يقولون مثلا المقاول، يبي له عمال بناني يبنون، فيقول أبي لليوم والله أبي لي 3-4 ينقي، أنت يا فلان أنت يا فلان تعال. ففي بعضهم ما يحصل لهم يعني أنهم يشتغلون في هذا اليوم، يدور الرزق يشوف لأي شيء، يعني أهلنا قبل ترى اشتغلوا كل المهن، يعني مهن فيها تعب وشقة، اللي اشتغلوا بالبحر والناس اللي اشتغلوا عمارة وغيره، يشتغلون بكل المهن أي شيء بس أنه يدورون الرزق. لكن الشاهد في هذا الكلام لما نقول يعني المثل يقول هذا رزق اليوم ورزق باكر على الله سبحانه وتعالى، خلاص الله جاسم لك إن هذا اليوم بتاخذ هالكثر وبتتعب هالكثر، والله كاتب لك إن باليوم الفلاني بتصير لك هالشغلة الفلانية، خلاص عيش حق يومك، هذا رزق اليوم باكر الله يدبره ويجيب لك اللي الله كاتبه. يعني الرزق ترى مذكور عند الله من قبل ينخلق بنادم، الله كاتب له الرزق هذا، ما في يعني مناص من الأمر. علشان كذي احنا نقول الثقة بالله سبحانه وتعالى والاتكال على الله، ان الرزاق هو الله، ونبي نبين ان ترى الناس ساعات من تقول الرزق هذا على طول طار حق الفلوس، اي الرزق بالمال، لا مو شرط، الرزق بالصحة، الرزق بالعافية، الرزق بالطمأنينة، الرزق بأنك أنت الله يرزقك لسان طيب تذكر الله على طول، الله يرزقك ويدلك على طريق الصلاح، تكون من يعني حتى عيالك من ذرية الصالحة، ترى هذا رزق، يعني الواحد يلتفت على غيره ويشوف أنه في نعمة عظيمة، لا يقارن بس والله فلان عنده وفلان عنده وأنا ما عندي شيء، لا، لو تراجع حساباتك تشوف أن الله سبحانه وتعالى رزقك بالرزق العظيم. ساعات بنادم يعني يحاول أنه يقول ها والله شلون أنا أموري صايرة كذي، لا أنت بخير ونعمة، استذكر النعم وحاول تذكرها في كل وقت، الله سبحانه وتعالى يقول لأن شكرتم لأزيدنكم، كل ما تشكر الله سبحانه وتعالى الله أكيد بيزيدك. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، حسن الظن حسن التوكل على الله، إن الرزاق سبحانه وتعالى وهو مدبر الأمور، الواحد يعيش
في يومه، وهذا رزق اليوم رزق باكر يجيبه الله إن شاء الله. وهذا كان معنى مثلنا اليوم. يقول المثل: ما جت به غدت به. للدخار أهمية كبيرة، حيث قال الله تعالى في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. احنا لما نتكلم عن هالشيء هذا، في يعني المثل اللي تداولونه يقولون ما جت به غدت به، يعني كناية عن السرعة، الشيء اللي يجي بسرعة ويروح بسرعة. وهم له وصف ثاني، إنه يقولون يعني الله كافينا الشر وياكم، يعني المال الحرام. الواحد يشوف الكسب السريع فيه يقول أكيد أنا أخذ، يحسب الرزق هذا، طبعا هذا مو رزق، هذا حرام. يعني يقول لا هذا رزق سريع، لا تشوف أنت إذا في يعني الله محرم هالشيء هذا، إذا أنت يعني دليل نفسك، أنت تعرف أنت شنو اللي قاعد تسويه علشان تعرف تميز إنه حلال ولا حرام. بس لازم يتأكد الشخص نفسه إن بالسرعة هذه أخذ الحرام أكيد إنه بيروح بسرعة بأوجه ثانية، أوجه أنت ما تتوقعها. الله سبحانه وتعالى مدبر هذه الأمور. وفي بعضهم يسولف يقول عن المثل هذا، هم يوصفونه حق شخص يقول يشتغل مثلا عنده محل ولا عنده ولا له راتب أو شيء، فيسألونه شلون أمورك، يعني أنت قادر تغطي مصاريفك؟ يقول والله أتعب، أطلع من الصبح وما أرد إلا بالليل، وعلى قولتهم أوفر تايم مدري شلون، وهذا يعني بقدر المستطاع يطالع المحصلة النهائية، ولا يعني يقول سديت مثلاً الأجارات والالتزامات. وكل من يعرف إن ساعات تطلع ظروف مفاجئة خلال الشهر، يعني الواحد مهما يحسب ورقة وقلم لابد إن مثلاً الله لا قدر سيارة خربت، شغلة خربت بالبيت يبي يسويها ولا شيء، يعني هذه ظروف طارئة. فلما يوصف الكلام هذا يقول والله لا خلاص ما جت به راحت به، أو ما جت به غدت به، يعني أخذ معاشه وما يزاه، عبر عليه هذا كله. علشان كذي إحنا شن نسولف، نقول أولا تحري الحلال في كل الأمور علشان الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الرزق. وإن شاء الله ما نقول عن يعني ما ينطبق على حد هذا المثل، أنت حر الحلال. ولا ننسى أن في يعني فيه المال مالك ترى في حق الناس، مثلا فقارة صدقات وهذا، ترى هذا سبحان الله الله يبارك لك في هذا الرزق. كل هالأمور هذه تنطبق على المثل هذا اللي احنا نقول ان شاء الله ان اذا سعينا مسعى خير، ان الله سبحانه وتعالى يبارك لنا هذا الرزق، وان شاء الله بتم ترى يعني حتى البركة بالمال وبالعيال كذلك، يعني حتى عيالك يحسون انه والله يبا ما شاء الله تبارك الرحمن شلون قدرنا نوفر هالمال هذا. وهم كذلك الاسراف، الواحد يعني يعرف التبذير وإنه شون ياخذ على قد اللي هو يبيه، لا إسراف ولا تبذير. اللي قاعد نشوفه إحنا مع الأسف في ناس يعني ما يعطون النعمة حقها، إحنا ترى مسائلين عن هالنعم هذه اللي الله سبحانه وتعالى حبانا فيها علشان تتم عندنا. ما نستخدم هذا المثل والله فلوسي طارت، فلوسك ما تطيري، ما عندها جناح، لكن قلة البركة في هذا الأمر والتبذير بالفلوس هذه كلها، هذا يبي له حسبة وحساب
والتيقن ان هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. علشان كذي احنا نعيد حساباتنا ونشوف هذه النعم اللي الله سبحانه وتعالى حبانا فيها. وهذا كان معنى حلقتنا اليوم عن هذه الأمثال، ونشوفكم على خير إن شاء الله.